معي للحديث عن مشواره الحافل وعن الموسيقى والأغنية الشبابية المصرية هذه الأيام الموسيقار الكبير هاني شنودة. من رحاب السيد البدوي بمدينة طنطا ومع الصوت السماوي للشيخ سيد النقشبندي، ظهرت في خمسينات القرن الماضي موهبة عبقرية غيرت شكل الموسيقى وصنعت خلطة سحرية. هاني شنودة يعتبر في النصف قرن الأخير واحداً ممن غيروا فلسفة الموسيقى المصرية. جمع بين رشاقة الموسيقى الغربية بآلاتها الجديدة مع أصالة الموسيقى الشرقية بجمالها وسحرها الأخاذ. كان له الفضل في تكوين أول فرقة للأغنية الشبابية الاجتماعية الحديثة. الأب الروحي للفكرة كان الأديب العالمي نجيب محفوظ، أما الراعي والملهم والكاتب الأول لأغنياتها فكان الشاعر الكبير صلاح جاهين. إنها فرقة المصريين. اكتشف هاني شنودة مطرب الشباب عمرو دياب، احتضنه وجاء به من بورسعيد إلى القاهرة، ثم قدم هاني شنودة ألحاناً لأصوات جميلة وضعتها على طريق الشهرة. وكان هاني شنودة هو اختيار سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ليضع لها موسيقى فيلم لا عزاء للسيدات، وكان اختيار النجمة سعاد حسني وعادل إمام لموسيقى فيلم المشبوه. كما كان هاني شنودة هو الموزع الوحيد الذي ترك له الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حرية إعادة توزيع موسيقاه بآلات غربية، فوصلت موسيقى عبد الوهاب لملايين الشباب. ووضع هاني شنودة بصماته على الموسيقى التصويرية لعدد من أهم الأفلام المصرية: الحريف، الغول، الأسطى المدير، شقة الأستاذ عليوة، وغريب في بيتي.